المعتدة قلنا أنه ما يجوز خطبتها ولا يجوز الخطبة، فما بالك بإيش في النكاح، هذا من باب أولى. فإذا كان الخطبة لا تجوز إلا للمعتدة في حال الموت، المعتدة البائن يعرض تعريضا لا تفوتيني بنفسك، صح ولا لا؟ أما حتى الخطبة فلا يجوز، الخطبة الصريحة، الخطبة الصريحة لا تجوز. فكذلك أما الزواج فهو محرم، خطبة المعتدة لا تجوز، فزواج بها من باب أولى يعتبر باطل ومحرم. نعم.